تزداد معاناة المهجرين السوريين في الغوطة الغربية بريف دمشق مع دخول العاصفة الثلجية إلى المنطقة وانخفاض درجات الحرارة لما دون درجة الصفر مئوية، لا سيما وأنهم يقطنون في منازل مؤقتة وغير مجهزة للسكن في مثل هذه الظروف الجوية الصعبة. المعاناة تضاعفت أكثر مع عدم وجود وقود للتدفئة في مراكز الإيواء وانقطاع طويل للتيار الكهربائي خلال اليوم، ما يجعل حياتهم مأساوية. مدينة زاكية التي تقع في ريف دمشق الغربي تؤوي أكثر من 30,000 مهجر سوري من مختلف بلدات ريف دمشق، في حين أن قوات النظام منعت دخول وقود التدفئة ومواد البناء وكذلك السلال الغذائية وفرق الهلال الأحمر عن مدينة زاكية منذ قرابة عام كامل. ولم يقتصر الأمر على المهجرين فقط في المدينة، بل امتدت تلك المعاناة إلى الكثير من العائلات التي تقطنها أصلا، ما جعل حياة غالبية الأسر صعبة ومأساوية، وتنظر بعين الخوف للأيام القادمة بعد تساقط الثلج وانخفاض درجات الحرارة. ومن جانب آخر تعاني المدينة والمركز الطبي فيها الذي يخدم الأهالي نقصا شديدا في أدوية الأطفال بسبب الحصار المفروض على المدينة.